فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول إنه معاق وقد حج ولم يطف طواف الوداع من شدة الزحام ولاعتقاده بأنه غير واجب عليه، يقول ماذا يلزمه؟ يلزمه فدية، يذبح فدية في مكة أو يوكل من يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، وإن كان لا يقدر على ثمنها فإنه يصوم 10 أيام. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول وزوجتي قد حجت معي ولبست النقاب جهلا منها، فما الواجب عليها؟ لا شيء عليها ما دامت جاهلة فلا شيء عليها. نعم.